نروح بقى للشيء الجميل اللي هيحدث غدا بإذن الله، مبادرة رائعة. المبادرة أولا اسمها هايل، كتف في كتف، يعني يعني كتف في كتف، وإيه، هنلف الدنيا والخير هيعم عليها. كتف في كتف دي كلمة مصرية اللي هو إيه، كتفي في كتفك، يعني هنعدي وهنعمل حاجات كتير. المبادرة ببساطة جدا الحقيقة مبادرة يعني بتقوم على التكافل والتراحم، وإن إحنا إيدينا في إيدين بعض، وإنه محدش ممكن يعدي أزمة لوحده. لما بيبقى الناس حواليك وحاسة بيك وطبطبة وحماس ودعم وسند بنعدي. مبادرة كلنا واحد كمان، دي مبادرة كمان تانية هنتكلم عن كتف في كتف كمان في البرنامج النهاردة. لكن في مبادرة أنا سعيدة، كثرة المبادرات تعني الخير. هذه المبادرة طبعا برعاية رئيس الجمهورية، وأطلق مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مبادرة تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على أهالينا من محدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. وده طبعا حرص من وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كامل المواطنين. الحقيقة الصورة حتى أنا شفتها موجودة في أكثر من موقع، ورجل يعني الداخلية وهو بيوزع الأشياء فيها كده من الإنسانية والتراحم والجمال. أعتقد هذا الشهر هيكون، يعني أنا متأكدة أنه الشارع المصري هيكون عنوانه كتف في كتف، الرحمة والإنسانية، وحنعدي. تعالوا نروح لهذا التقرير من الخاص بطبعا وزارة الداخلية، ثم نعود ونستكمل معكم باقي فقراتنا لهذا اليوم. أرجوكم عودوا إلينا، تفضلوا. في إطار المشاركة المجتمعية لوزارة الداخلية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، أطلق مأمور الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وتوصيل المواد الغذائية لهم بأماكن تواجدهم. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير يا رب، كل سنة وانتم طيبة وانت طيب، وأولادكم طيبين وعيالكم طيبين وشعب مصر كله طيب. احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير، انتوا والريس والشعب المبارك ان شاء الله. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عدية وأدي المسؤولية. سنة طيب يا سيسي، مش محتاجة أي حاجة؟ سلامتك، ربنا يخليك يا حاج. هو إيه في الدنيا أغلى من مصر عندي. كل سنة وأنت طيب على دعمنا لينا، كل سنة وهو طيب في شهر رمضان. وشرطة قوية في ظهرنا. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عدية وقد. توزيع هذه العبوات يتم من خلال مأمور الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديريات الأمن، يتوجهون مباشرة لتسليمها لهم كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة، والتي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. كلنا مؤمنين بحبها من سنين. تعال عليكم ألف ألف خير يا شباب. ربنا يديك الصحة. أشكر وزارة الداخلية اللي هي فاكرانا وفاكرة الناس البسيطة والناس اللي في الهوى وجونا وافتكرونا بحاجة رمضان. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عليا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل دي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان. السيد المأمور جاني واداني كرتونه رمضان. شكرا لسيادتك يا رئيس، وكل عام والشعب المصري كله بصحه وسلام. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا. كل سنه وانت طيب يا رئيس، وخليك لني. كل سنه وانتم طيبين. أشاد المواطنون المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية وتؤثر على أسعار السلع المختلفة. دي هدية سيادة الرئيس. ربنا يخلي راسنا يا رب، حاجة النبي يخلي يطول في عمره. وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي جدا.
جت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل ليل بطل تمن شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها دي جت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين وعيش حرة يا قوافي الإنسانية لوزارة الداخلية محملة بالخير مع اقتراب شهر رمضان المبارك ترسم فرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. كل سنة طيبين ورمضان كريم لكل الناس ونشكر الشرطة وشرطة قوية في ظهرنا يا مصر اللي شمسك كناش متخيلين ان سعاده الرئيس افتكرنا في الاماكن دي وكل سنه ومصر كلها بخير وشعبها واهلها وكله بخير كل سنه وانتم طيبين والله يبارك لنا الله فيكم ويبارك في السيسي ويخفيكم شر خطاه وبلاه وتعودوا له بخير يا رب دي كانت زمان وبلدي جت تاريخ من بعدها